طب نعود لفقرة طربية بعد ثم نعود إلى المنصة الصغيرة. أستاذ الفنان علي حسن أبو ضيف تفضل. بقالهم 50 سنه هم اللي بيظهروا هم اللي بياخدوا الجوائز. بالظبط بالظبط فعلا كده. فطبعا احنا يعني زي ما بقول انا بعمل برضه احنا بنحارب الاسباب ان احنا نقدم فن جميل وفن محترم. فانا بعمل ندوه شهريه في الاوبرا في دار في مسرح سينما الحضاره. طبعا فكره الاستاذ محمد المصري هو اللي شجعني للموضوع دهوت، هو اللي بيعمل لي الدعايه الكامله للموضوع. فانا بنعمل ندوه شهريه للاصوات الجديده الجميله كلها موسيقى عربية. طبعا انا بدعوكم ان شاء الله يوم 16 في الاوبرا حلقة ندوة عن الفنان عبد الحليم حافظ بالنسبة ذكرى. فتنوروني ان شاء الله. سينما الحضارة. نعم؟ سينما الحضارة. معلش اتفضل. هناخد مسرح تاني ان شاء الله. 16 مارس سينما الحضارة في الاوبرا. ان شاء الله. الساعة 7. طبعا احنا الاستاذ علي بدران بيغني معايا في الندوه بتاعتي وانا بحب صوته جدا. هو بيغني الحاجات العاطفيه الملتهبه فهنسمع منه حاجه جامده. مع الفنان علي حسن ابو شريف اتفضل. انا طبعا بشكر قديم الفنان بس دي قديم الفنان الشاعر المصور صديق العمر واحب الناس. وعلى فكره يعرف استاذ محمد المصري ده بيشتغل بجد. انا بشوف في الاوبرا كده الاستاذ علي شبانه وانا صدقتي بالاستاذ علي شبانه يمتد لاكثر من 26 عام. انا شفته كل اللي شفته افلاح ونجاحات بجد يعني. وانا طبعا بعتذر صدقته جدا وطبعا بحيي الاستاذ محمد المصري الفنان بقول اديب الفنان المحترم ده العام 19 سنه بحبه جدا وبعتذر ليه ولما بطلب منه اي كلمه بتنفض. وبحيي صديق الشاعر السوري الكبير طبعا الاستاذ بيرفت هاني وبيرفت هاني وامل ماني والناس اللي على المنصه وكده. معلش استحملونا انا بحب عبد الحليم قوي لدرجه وانا في سنه 5 ابتدائي حفظت قصيده تاتا دي اللي بتسمع عبد الحليم وهو بيبص من البلكونه كنا احنا في البيت بنسمعها. فالمدرسه قالت عبد الحليم اهو فخدت الكلهم فضلت انا بص له بيقول لي خش امشي وراح جايبه جاي شداني من قفايا روحت البيت قلت له تاتا دي حفظتها وانا في سنه 5 ابتدائي. بحب عبد الحليم جدا بس انا مش بطل المطرب ده هو اللي انا طبعا اغني مش هقدر اغني حاجه على الحليم لان الاستاذ موجود وارث الاداء الحليمي. بس انا حليمي انت صغيره قد كده من قراءه الفنجان وبعد كده اغني اغنيه تنفع حد بعيد في الحضر. طب عندكم مال؟ حد عندي مال؟ لا لا مش عندي. اشوا عنها يا ولدي بكل مكان وسلم قالوا عنها موجة العالم
الجنود الشقاق ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها مولاك وتسأل بيرود الشقاق وتكون بحرا وبحرا وتغيب وضع أنهارا سيكبر حزنك حتى يصبح أشكارا وسترجع يوم يا ولدي محسوما مكسورا الوجدان وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تقارن خيط دخان فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان ليس لها عنوان يا ولدي قلت عني بعيد قلت عني بعيد وانت عني بعيد قلبي عني بعيد وانت راح بدي كل يوم يا حبيبي كل يوم بتقلبي حتى يوم نعيمي يوم بعيد 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 حبيبي حبيبي فين ايامي معاك ايامي معاك فين انتظاري موعيدك ولهفتي وانا بستناك بستناك وفرحتي وايدي بايدك فين حب لوحك يا ليالي فين اللي كنا بنغني فين عشنا اللي بقالنا زمان نبنيه ونحلم نسكن فيه راح كله بعيد وانت عني بعيد والجراح أحبتي كل يوم يا حبيبي كل يوم بتألم حتى يوم العيد يوم العيد من بعيد بعيد من بعيد بعيد حبيبي روحي عينيه كلمني رد عليّ حبيبي روحي عينيّ كلمني رد عليّ خليني بس أشوفك ورد روحي شويّ خليني بس أشوفك وارجع عن ظلمك ليّ حبيبي مش قادر اسيبك حبيبي طل على حبيبك من بعيد لبعيد قلبي عني بعيد من بعيد لبعيد
قلبي عني بعيد والجراح بتزيد كل يوم يا حبيبي كل يوم بتألم حتى يوم العيد يوم العيد من بعيد بعيد من بعيد بعيد. شكرا للفنان على حسن ابو زيد.